نقول ان ده الميتنج او الميت اب، هنقول ان هو رقم 120، وهنقول ان ده الميتنج المنترنج الاول. الميتنج المنترنج الاول، ايه الفرق ما بين الاثنين عشان الناس اللي اول مره تحضر وكمان الناس اللي كانت بتحضر معانا قبل كده تبقى فاهمه الفرق. احنا المفروض بنعمل ميت ابس من سنين، والمفروض وصلنا للميت اب 119 او الميت اب 120، وبناء على ده بنطور في أدائنا كل سنة، وبنطور في الكونتنت اللي بنعمله، وكمان بنطور في طريقة تقديم المعلومة ليك علشان تناسب مع كل الناس. فبما إننا إن إحنا بنشتغل في المنترنج وشغلتنا كلها تعتبر منترنج، فالمفروض إن في ناس طلبت إن يكون في منترنج اونلاين مع الميت اب بتاع كل يوم جمعه. فالموضوع ما بقاش هو مقتصر على ميت اب ان انا بشرح لك وبندسكاس في الاخر في نفس الموضوع وهكذا، الموضوع بقى كمان في منتورنج. يعني لو انت عندك حاجه محتاج تبريزنت ليها، محتاج تسال عليها، محتاج ندخل في ديسكشن في حاجه ليها علاقه بشغلك، فده الحمد لله ما بقى متاح وبقى موجود. يعني انت بعد كده لما تيجي تحضر او لما تيجي الميتنج، مش هنقول بقى عليه خلاص ميت اب، هيكون هو منتورنج ميتنج، يبقى تيجي ومعاك اسئلتك. تمام، هيبقى معانا المفروض ساعتين من 9 ل 11 او ساعه على حسب الوقت اللي بنبقى محددينه، ولكن ميعادنا اكشلي الساعه 9، ان احنا المفروض بنشتغل از منتورنج علشان لو انت عندك اي سؤال محتاج تساله، عندك كويشنز في الديتيلز الخاصه بالبيزنس بتاعك او الماركتنج اللي انت بتشتغل عليه او الاكشنز اللي انت بتشتغل عليها، فيبقى احنا باذن الله نقدر نساعدك في ده. وزي ما احنا عارفين كده كده المفروض ان الميت اب اللي كان قبل كده والميتنج منتورنج اللي جاي بعد كده كلها بتاعت كل يوم جمعة تابعة لماركتنج منتور كوميونيتي، وكلها من غير طبعا فيز ولا أي حاجة، كلها لايف ديسكشن، وبتكون كمان فور فري ما فيهاش أي حاجة. والناس اللي لسه حاضرة معانا جديد تقدر تدخل على الويب سايت وتقدر تحضر كمان الميتبس اللي كانت موجودة قبل كده، ويقدر ان هو يذاكر اي حاجه هو محتاجها في الماركتنج او البيزكس اوف ماركتنج او الديجيتال ماركتنج او الاي سي او او الميديا باينج او البيزنس او الريال استيت او الديجيتال ماركتنج او حتى الكونتنت ماركتنج. كل حاجه هيلاقي ليها السلسله بتاعتها، وكمان هيلاقي السلسله مترتبه بما يتناسب مع المفروض يبتدي من اول فين لحد فين، مش مترتبه بسلسله الميتوبس، لا هي مترتبه عشان اللي يقدر يراجع ويقدر يذاكر، يقدر يراجع ويذاكر على حسب التوبكس اللي المفروض تتماشى معاه. طيب خلينا نكسب وقت ونقول ان احنا ده الميتنج او المنتورنج ميتنج الاول، والمفروض هناخد بس معلومتين كده في الاول او اجزاء كده في الاول من الاسئله اللي بتكون محطوطه في البوست بتاع الاسئله علشان نقدر ان احنا نفيد كمان الناس اللي مش بتقدر تحضر دايركت وعندها اسئله وبترجع تشوفها، ونبتدي ايه ندخل في ديسكشن. وكمان اللي اول مره يحضر لو عنده اي اسئله محتاج ان هو يسال عنها او عنده اي استفسار يقدر ان هو يسال ويستفسر ايه في اي وقت. طيب خلينا نقول كده ان احنا المفروض هنتكلم عن الجزء بتاع الليرنينج في الماركتنج او الكلام ده، طبعا احنا اتكلمنا فيه قبل كده واستفدنا فيه في ميتينجز قبل كده كتير، لكن خلينا نقول ان انت علشان تتعلم لازم ان يكون في شروط وانت بتتعلم ماركتنج او بتابديت في نفسك. يعني انا حد انا اكسبرت جدا في الماركتنج، انا يعني كويس جدا وفاهم كل حاجه، تمام ماشي دي شكرا، لكن انا محتاج ايه بقى؟ محتاج ان انا ابديت نفسي، محتاج ان انا اشتغل على الابديت وان انا اطور نفسي في المجال. فهل في معايير او في شروط او في اساسيات انا المفروض بعتمد عليها ولا لا؟ وايه الطريقه الاسهل لده وايه الطريقه الاصعب لده؟ احنا عندنا 3 طرق بنتعلم بيهم في الماركتينج او في البيزنس بشكل عام. في 3 طرق بنتعلم عليهم، بنتعلم بيهم في البيزنس بشكل عام. ال3 طرق دول ان انا ببتدي اشتغل على طريقة سهلة وطريقة صعبة، وطريقة المفروض ان هي بتديني المعلومات بشكل مفصل واقدر اخد منها
كل الديتيلز والتفاصيل اللي انا محتاجها، وفي معلومه تانيه بتقدر ان هي تقول لي ان انت واخد معلومه مجرد ان انت فهمتها بس ما طبقتهاش. طيب خلينا نقول كده، لو احنا بنذاكر، انت اي حد بيبتدي يذاكر او يتعلم، مش هنقول يذاكر، خلينا نقول يتعلم ماركتينج، لازما بيختار حاجه من الاسهل للاصعب او من الاصعب للاسهل. تعالى كده نشوف ممكن نعمل ده ازاي، او نتفرج على ده ازاي، او نبص على الجزء ده ازاي، ونشوف ده ممكن او الفكره دي بتقول ايه. هنا نقول من الاسهل للاصعب، وكمان مع من الاسهل للاصعب الافضل. تمام، يعني مش بس اسهل واصعب، طبعا كل ما كان الموضوع اصعب وكل ما خدت الطريق الصعب، كل ما الموضوع بالنسبه لك بقى في كواليتي اعلى، بقى في كواليتي اعلى. خلينا نقول من الاسهل للاصعب. تمام، وخلينا نقول هنا ان ده المفروض في جزء مهم جدا، او في معلومه هنا مهمه جدا، ان من الاسهل للاصعب ده مش هيخليك على علم كامل او مش هتكون متمكن زي ما بيتقال في الجزء بتاع الماركتينج. طيب من الاسهل للاصعب هنا بنضمن الوقت، لكن الجودة قليلة. تمام، يعني أنا دلوقتي المفروض بضمن بشكل كبير إن أنا هكسب وقت كبير. طيب هنا عشان تكسب وقت، أنت ممكن تبتدي إيه من الكورسات. تمام، دي أسهل طريقة ممكن تذاكر بيها ماركتينج، أو أنت تعتمد فيها على إن أنا باخد كورس، بروح لحد أنا عندي توبك معين، أو أنا عندي المفروض عايز أدرس بشكل عام، كونتنت ماركتينج، اي سي او، ديجيتال ماركتنج، وات ايفر، ايا كان اللي انت بتشتغل عليه، او ايا كان اللي هو انت محتاج تدرسه، ايا كان التخصص. وبعد كده عندك الجزء الثاني، لما تيجي تقرر ان انت تذاكر ماركتنج، الجزء الثاني ليه علاقه بالمنتورنج. تمام، المنتورنج هنا اللي هو ايه؟ المنتورنج بشكل بسيط وبشكل سلس وسهل جدا، انت بتذاكر بناء على تاسكس ومهام معينه، والمنتور اللي معاك بيوجهك بشكل صحيح، ده انت كده بتنفذ صح او غلط، وبيقيس الكسور اللي عندك، وبناء على الكسور دي يوجهك. مش محتاج، يعني تعالى كده مثلا ناخد مثال، لو انا المفروض اكسبرت جدا 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 في الكونتنت، تمام، لكن انا عندي مشكله في طريقه صياغه الكونتنت، عندي مشكله في الدوبليكيت، عندي مشكله مثلا الثالثه بتاعتي، ان انا بقدر ان انا اشتغل على الكونتنت وكل حاجه، بس انا مش ببقى عارف هل الكونتنت ده كويس ولا لا، ومش بعرف ان انا بريزنت الكونتنت بتاعتي، او ان انا اطلع الكونتنت بتاعتي. فانت بتعرف تكتب كل حاجه، ليه تقعد تاخد كل الفول كورسز وكل حاجه خاصه بالكونتنت، في حين ان انت بيتعايد عليك معلومات انت وكده؟ لا، انت عندك مشاكل واحد اتنين تلاته اربعه، في خلال المشاكل دي تدرسها وتتحول في نظام تاسكس، وبناء على ده تبتدي ان انت تنفذها. طب الجزء اللي بعد كده الاصعب، او الجزء اللي بعد كده واحنا بنذاكر، او احنا بنتعلم ماركتنج، اللي هو مع نفسك، يعني سيلف ستادي. تمام، من البحث، خلينا هنا نقول من البحث الشخص، يعني انت بتذاكر مع نفسك. انا بعمل ايه؟ بفتح جوجل وابتدي اكتب كونتنت ماركتنج، وابتدي اقرا واذاكر، واكتب واقرا واذاكر واعيد، واقرا واذاكر واعيد، واشوف مصادر مختلفه وهكذا. بعض الناس بتتوه من الطريقه دي، وبعض الناس بتوصل بس بعد مشقه وتعب، لكن المعلومه اللي بيوصل لها بيبقى افضل بكتير كتير كتير، ودي احسن طريقه ممكنه، لكنها اصعب طريقه ممكنه واطول طريقه ممكنه. اما بالنسبه للمنتورنج، فهو المفروض الطريقه المتوسطه اللي انت بتاخد فيها جزء من الكواليتي بشكل كبير، وبتكسب فيها وقت اكتر من ايه السيلف ستادي زي ما بنقول، والوقت بالنسبه لك بيبقى متوسط، مش انت بتوصل طبعا على حسب الليفل بتاعك، في ممكن تدرس في شهر، 2، 3، 4، على حسب انت والليفل بتاعك. الكورسز بقى هي ستاندر، يعني طاقيه ممكن تلبس لأي حد، عارف مش عارف، هو ده التوبيك، وهو ده الكلام، وهو ده الماتيريال، وهو ده اللي المفروض بتاخده، وهكذا. طب دي لما انا اجي اذاكر ماركتنج، او اجي اشتغل على الديجيتال ماركتنج، لما اجي اذاكر المفروض ان انا بعمل ايه؟ بشوف انهي طريقه بالنسبه لي انسب. انا محتاج اضمن وقت بسرعه وانجز، وانا محتاج اخلص علشان انا محتاج التوبيك ده،
ولا ان انا ابتدي ان لا انا مش محتاج ده، انا محتاج كواليتي كويسه بغض النظر عن الوقت، او انا لا انا محتاج ان انا مش مهم الوقت بالنسبه لي خالص، انا محتاج يعني ايه اخد المعلومه بعد ما اشوف 500 معلومه بعدها وابتدي ان انا افحط نفسي في كل حاجه واذاكر والمعلومه تتفحت بشكل كبير في دماغي، واغلط مره واثنين ثلاثه اربعه عشان اعرف اتعلم. فنقول هنا اقصر طريق في الوقت لكن اقل جوده. تمام، هنقول هنا بعد كده اقصر او وقت حسب مستواك، وهنقول الجودة متميزة حسب هدفك. تمام، فانا اوريدي خلاص معايا حد بيمنتور عليا بيقول لي قبل ما اغلط الغلطتين ثلاثة يقول لي هو ايه، ولما اغلط يقول لي الموضوع هو ايه، بدل ما انا افضل ان انا اعيد وازيد واعيد وازيد 10 مرات عشان ابتدي استكشف المشكلة هنا فيها ايه، هنا وقت اطول جدا. تمام، لكن اعلى جودة ممكنة. تمام، ومشقة البحث تمام بشكل كبير. فأنا لما أجي أتعلم لازم بعمل ده، وبعدين الموضوع بيكون محتاج بقى يعني هنقول هنا نوت في الآخر إن هو بيكون محتاج منتاليتي، محتاج عقلية. يعني إيه محتاج عقلية؟ يعني أنت عقليتك إيه بالظبط؟ تمام، الموضوع بيقع على العقلية. يعني إيه العقلية؟ يعني أنا عقليتي ما تجيبش أو ما تجيبنيش إن أنا أقعد أعمل سيرش وي أنا ما عنديش. في ناس تقول لي ايه، لا انا ما عنديش طاقه للموضوع ده ان انا اقعد اسيرش وادور واكتب واسيرش وادور واكتب واسيرش واجرب مره واثنين وثلاثه واربعه، لا انا ما عنديش طاقه للكلام ده، باخد حاجه زي ما هي كوبي بيست تمام انقل على طول انقل خلاص انا خدت المعلومه كده. طب خلاص اوكي تمام، يبقى انت عندك طريقين تانيين. المنتور اللي معاك اكيد مش هيسمح لك بكده، فانت بس هيأثر عليك التكرار، هيأثر عليك التكرار ويأثر عليك الاخطاء ويأثر عليك الوقت وهكذا. ولو انت محتاج تاخد حاجه كوبي بعد كده انت بقى تمبروف في نفسك زي ما انت عايز وتطبق يا صح يا غلط ايا كان، بس هي اقصر طريقه ولكن اقل جوده ممكنه. فانا لما باجي المفروض ان انا اقرر ان انا محتاج اتعلم ماركتنج وان انا ادخل في مجال الماركتنج، ازاي احدد ده وازاي اختار ده، وبنتكلم في التوبيك ده تحديدا علشان احنا في اول السنه، فبما اننا في اول السنه فيبقى انت عارف من الاول انت ممكن تعمل ايه. عارف انا لو انا عندي اوبجكتيف معينه، لو انا عندي اوبجكتيف معينه، لو انا عندي اوبجكتيف معينه يبقى انا عارف انا المفروض هعمل ايه. طيب هنا من الاصعب تمام للاسهل. طب من الاصعب للاسهل هنا هنعمل ايه؟ هنا بنضمن تمام، هنقول هنا بنضمن الجودة تمام لكن الوقت تمام أطول. تمام، أنا ضامن الكواليتي، أنا ضامن إن أنا هطلع حد بيرفكت. أنا ممكن أجي أعمل برزنتيشن، ممكن أجي أعمل برزنتيشن ألاقي البرزنتيشن دي تاخد معايا مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان أطلع فيها كواليتي. أنا ممكن أكون خدتها في كورس وبعد كده طبقتها خلاص أنا تمام طلعت زي الفل جدا وأنا زي الفل، إنما أنا ممكن لا، لو أنا مثلا مع منتور لا هو هيقول لي خلي بالك أنت عندك غلطة واحد اثنين ثلاثة أربعة فعيد دي، عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة فعيد دي وهكذا. لو أنا بقى مع نفسي لا أنا مش هبقى عارف أنا صح ولا غلط، فاضطر إن أنا أسيرش مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان أشوف هل أنا بقع في مشاكل ولا لا، أو انا واقابل عميل واخسر عميل واثنين وثلاثه عشان اعرف انا بالنسبه لي قدرت اطلع الكواليتي دي ولا لا، هعمل اعلان وادفع فيه فلوس مره واثنين وثلاثه واربعه لحد ما انا مع نفسي اشوف الامور فيها ايه، لكن محدش بيديني الواي اللي المفروض ايه اشتغل عليها بشكل كبير. طيب نيجي بقى للجزء يعني هناخد بقى الموضوع بالعكس. يعني ايه الموضوع بالعكس؟ هنا هنقول ان احنا هناخد من السيرش والكتب وهناخد الجزء الخاص بالمنتورنج وهناخد بعد كده الجزء الخاص بالكورسات. تمام، طيب انت هنا المفروض وقت اطول لكن اعلى جودة مع مشقة البحث والتجربة.
تمام، وتكرار ايه التجارب. تمام، طيب لما نيجي هنا مع المنتورنج، لا انت المفروض ان انت معاك وقت متوسط والجوده متوازيه، وبيحصل كستمايزيشن على حسب الاوبجكتيف بتاعتك. انا عندي 1 2 3 4 دول اللي انا محتاج اتعلمهم عشان اوصل للاوبجكتيف دي، مش محتاج بقى كل الحاجات اللي حواليها دي. لما تيجي وقتها هبتدي ان انا ادخل لها وابتدي ان انا احسب لها. الجزء اللي بعد كده ليه علاقه بالبروسيس، فانت هنا اقصر طريق انت ممكن تكون بتاخده، واقصر طريق ممكن تكون انت بتشتغل عليه، ده اقصر طريق ممكن تكون انت اقصر طريق ممكن تكون انت بتشتغل عليه. انا خلاص عندي شفت ماتيريال باوت لاين معينه، رحت سمعت الكلمتين، خدت بعضي ورحت، خلاص انا بقول ان انا بعرف الكلمتين دول، وابتدي بقى اطبق مع نفسي ومع حالي في واشوف الامور ممكن بالنسبه لي تمشي ازاي. فده الطريقه دي ازاي تختار تتعلم، يعني ازاي هنقول هنا ازاي تختار طريقه التعليم في التسويق، ازاي اختار اتعلم، يعني انا اختار اتعلم ازاي، ايه الطريقه اللي انا اتعلم بيها عشان اقدر ان انا افهم بيها. طيب خلينا هنا نحط نقطه تانيه، ان الموضوع زي ما احنا قلنا بالظبط هو منتاليتي، عقليه، انت عقليتك رايحه فين، وبناء على ده تبتدي تحدد. غير العقليه بقى، غير العقليه الاستمرار، تمام، الاستمرار تمام عشان تضمن ده مع التجارب. لازم تمد ايدك لو انت في كورسز، اعتقد ان انت ممكن في تكون جوه الكورس ما تمدش ايدك، بس لازم بعدها تمد ايدك في المنتورنج طبعا، شور لازم انت هتمد ايدك في السيرش لو انت بتدور بنفسك ومع نفسك كده، فلازم برضو هتمد ايدك وتشوف الايه الجزء اللي انت محتاج تشتغل عليه. انا عملت لازم تجرب بايدك، ما ينفعش ان انا اعرف الكونتنت بيتكتب ازاي وما مدش ايدي، ما اعرفش انا اعرف ازاي البراندنج بيتعمل وما مدش ايدي، ما اعرفش انا ازاي الميديا باينج والادز بتتعمل ازاي وما مدش ايدي، ما ينفعش ان انا اشتغل اعرف الاس اي او ان انا بعمل اون بيج وبكتب التكست بس ما مدش ايدي، وهكذا. في اخطاء هتحصل لازم ان انت ايه تتجنبها وتتعلمها، ولما بيكون معاك منتور يقول لك والله لا دي معموله غلط عشان عندك 1 2 3 4، ويحاول يديك اكزامبلز واسئله ويشبه لك المواضيع باللايف ستايل بتاعك او الحياه بشكل كامل، علشان تقدر ان انت تفهم تقدر تعرف الفرق ما بين ده وما بين ده، وتقدر تعرف الفرق في الايه الاثنين، وتقدر تعرف هل انا ماشي صح ولا انا ماشي غلط. دي طريقه لازم انت ايفالويشن نفسك، انا هعمل ايه بالظبط في الاجزاء دي، وهعمل ايه هنا وهعمل ايه هنا، او همشي ازاي هنا وهمشي ازاي هنا، وهكذا. تمام، دي الايه الطرق اللي انت المفروض تعتمد عليها، والمفروض ان انت تفكر فيها بشكل كبير وانت بتشتغل. يعني لما تيجي تشتغل على لما تيجي تشتغل على اختيارك لازاي تتعلم، او ان انت ازاي ان انت تقدر ان انت تشتغل على ده، تقدر ان انت تحدد الطريقه اللي تتعلم بيها، لازم أن تمشي بالوي دي، لازم أن تفكر انا ازاي هتعلم، وانا العقليه بتاعتي هتستوعب ايه وهتمشي ازاي وهيناسبها ايه بالظبط، وهل انا هقدر استمر ولا لا، يعني انا الاستمراريه بتاعتي مهمه ولا لا، يعني الاستمراريه بتاعتي مهمه ولا مش مهمه، وهل او يعني مش هنقول مهم او مش مهم، خلينا نقول هل انا هقدر ان انا استمر ولا مش هقدر استمر، هقدر ان انا الموضوع يتماشى معايا بشكل كبير وانا جاد جدا جد جدا ان انا استمر، ولا مش جد ان انا استمر، وهكذا. دي كلها حاجات مهمه جدا جدا لازم ان انت تخلي بالك منها وانت تقيم نفسك، وتبقى عارف انت هتشتغل ازاي علشان تقدر تحدد الايه المعايير او الطريقه اللي انا ممكن اقدر اتعلم بيها. طيب تعالى، هل في ريكويرمنت للموضوع ده او في اساسيات؟ انا بقى كواحد اصلا بتعلم ماركتنج او انا واحد بشتغل على الماركتنج، هل في حاجه اساسيه لازم تبقى اساسيه بالنسبه لي؟ فكره الستاندر او الحاجه اللي باخدها بلزقها زي ما هي، ده عمره ما هيكون نجاح في الديبارتمنت دي او في شغل الماركتنج بشكل كامل. الشغل في مجال الماركتنج بيبقى محتاج عقليه بتشتغل استراتيجيك. يعني ايه استراتيجيك؟ يعني انا دلوقتي قلت لك اكتب كونتنت او قلت لك اعمل اعلان عن منتج معين، طب جيت انت بتعمل الاعلان ما لقيتش ديزاينات او ديزاينز كويسه تقدر ان انت تحطها عشان تعمل اكتر من اعلان جوه الكامبين. كمثال
فلا انا لقيت ان الموضوع مش نافع، ولقيت ان الصور الكواليتي بتاعتها قليله. طب حلو، لقيت الكواليتي قليله، انت هيبقى قدامك على حسب بقى عقليه كل موظف او عقليه كل واحد شغال هيعمل ايه. واحد هيروح حاطط الصور زي ما هي عادي بقى، بكسله معموله زي ما معموله عادي، ما فيش اي مشكله، يروح حاططها زي ما هي وخلاص ايا كان بقى، مش مهم، انا المفروض احط صوره على اعلان وتيجي تشتغل وتمام زي الفل. حد تاني هيعطل، هيقول لك لا الصور دي بكسله فانا مش هشتغل اعلان، ويفضل قاعد ماسك المروحه وبيهوي مستني حد يجيب له ديزاين علشان يقدر ايه يشتغل على الايه الاعلان، ويبتدي يشغل الشغل، يبتدي يشغل نفسه ويمشي تمام. حد تالت هيكون عامل ايه بالظبط، او حد تالت هيكون مشكلته في ايه بالظبط، حد تالت هيبقى عامل ان هو ايه، لا انا مش هعمل ده، انا هبتدي اشتغل على ايه كانفا، ومن خلال كانفا هبتدي ان انا اطلع ديزاينز واعمل صوره كويسه علشان اقدر اشغل نفسي وايه اشغل الاعلان. ده اللي المفروض العقليه اللي انت تمشي بيها، مش الاولاني اللي قاعد مستني حد يجيب له الديزاينز بتاعته والحاجه بتاعته، ولا العقليه الشخص التاني والمفروض ان هو بيمشي حاله بيحط اي ديزاين وخلاص ايا كان، ولا والمفروض ان انت تكون الحد التالت او الشخص التالت، لازما تكستمايز الشغل بتاعك وان انت تمشي الشغل بتاعك وتدوس علشان ايه تقدر تكمل وتقدر تمشي في المجال. فالعقلية، عقلية الشخص اللي بيشتغل في الماركتنج لازم تبقى كده، بيحاول يتغلب على الحاجات اللي بتطلع معاه والايشوز اللي بتحصل معاه، ويشغل دماغه ممكن يتصرف في دي ازاي ويحلها ازاي وهكذا تمام. دي ايه من الحاجات المهمة او الاساسيات اللي انت لو هي مش عندك مش هتعرف تشتغل في الجزء بتاع او مش هتعرف تشتغل في الايه مش هتعرف تشتغل في الديجيتال ماركتنج او الماركتنج ايه بشكل عام تمام. طيب في ناس عندها المفروض مشكلة في ان هي ان السوق صعب وان المنافسة شديدة، ويبقى لنا فترة مش بنتابع نتائج ملموسة غير قليل، بنبتدي نشوف أسواق جديدة أو نبتدي نشوف أماكن جديدة أو كاتيجوري جديد، ولا إن إحنا نحاول يعني نحاول نرجع، ولا نحاول نشوف أسواق تانية جديدة يعني. فأنا مع رأيي إن أنت لأ، يعني تحاول مرة واتنين وتلاتة. الناس اللي عندها مشكلة في الماركت نفسه لازم تحاول تشوف تخصص تاني جوه الماركت، يعني في أكيد تخصصات تانية موجودة جوه الماركت ونبتدي إن إحنا نعتمد عليها ونبتدي نبص فيها. يعني أنا بشتغل على السوق الأمريكي أشوف أسواق تانية، بشتغل على السوق المصري أشوف أسواق خليجية، بشتغل على السوق الخليجي أشوف أسواق تانية. لو أنا بشتغل في الكونتنت أحاول أشوف حاجة ليها علاقة بالـ SEO، لو أنا مش لاقي نفسي في قصة الـ SEO وحاسه صعب جدا عليا أبتدي أشوف حاجة ليها علاقة بالـ content. لو أنا عندي جزء أو عندي مشكلة في الـ أو عندي مشكلة في الـ الـ أي تخصص أو أي tools أي حاجة تانية أبتدي أشوف حاجات مختلفة علشان أبتدي العب عليها. طب كان في بوست برضه متلو عليه بيقول ان انا كل ما بنشر على الصفحه اراعي ريحه العميل. كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا ان احنا بنبني استراتيجيز على حسب البيجز نفسها، يعني على حسب كل بيج ببتدي ابني الاستراتيجيه بتاعتها. هل انا ماشي باستراتيجي ايه بالظبط؟ في ناس بتبقى حابه ان هي تشتغل على الاستراتيجي الخاصه بان انا يبقى عندي انجيجمنت كتير وتفاعل كتير والصفحه فيها هايبر فيها دايما هيصه ودوشه تمام، لان ده بيدي ريفلكت او بيعمل ريفلكت على التارجت اودينس بتاعهم. في ناس تانية لا، انا عندي بوزيشن مختلف او عندي اوبجكتيف مختلف تماما، وديبندز ده او بناء على ده ببتدي ان انا احدد ايه لا انا مش محتاج انجيجمنت ومش محتاج ان الصفحه يكون عليها تفاعل كتير، انا محتاج عادي لايك اتنين مش فارقه بالنسبه لي، المهم يكون فيها عدد فولورز كتير والحاجات اللي بتنزل عليها انجلش، حاجات ليها علاقه بالماتريكس او حاجات ليها علاقه بالتكنيكال او الجزء التكنيكال اللي انا بشتغل عليه تمام. عمر كان عندك سؤال او انت رافع ايدك عايز تسال على حاجه؟ ازيكم استاذ محمود، عامل ايه؟ ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كان عندي سؤال في ما انا بحط الخطه بتاعت اول 3 شهور في السنه اعملها في كوارتر. كان من ضمن الحاجات اللي عايز اعملها ان في خلال الشهر دوت
اكون موجود في شركه. بس كان عندي مشكله، المجال اللي انا طبقت فيه وبقيت اعرف اقرا الميتريكس والبريك داون والحاجات دي كلها، بس كانت في ثلاث حاجات واقفين قدامي لما دخلت على الريكويرمنت بتاعت الشركات كلها. لقيت ان اغلبها طالبه ان حد يكون بيعرف يعمل باي بيرسونا واستراتيجي وميديا بلان. بس انا المشكله عندي ان انا اللي اشتغلت عليه كله كنت انا اللي واعي بيه، فما كنتش محتاج اعمل باي بيرسونا نفسي ولا استراتيجي ولا ميديا بلان، لان انا اللي كنت محرك كل حاجه، ففاهم المميزات فين والعيوب. فانا حاليا دلوقتي بحاول اتعلم مثلا ان انا اعمل تمبلت معين او طريقه معينه، بس مش لاقي حاجه اطبق عليها. فكنت محتاج ان انا اطبق عشان اعرض الشغل اللي انا عملته عليهم، وبالتالي يبقوا فاهمين النولج اللي موجوده عندي. اقول لك على حاجه، مش انت طبقت قبل كده على حاجات انت اوريدي عارفها في دماغك، او مش طبقت قبل كده، انت الحاجات القديمه انت عارفها في دماغك صح، طبق بالظبط عليها، طبق بالظبط عليها عادي جدا، مش لازم نفس الاندستري، عادي طبق عليها جدا. بص احنا عندنا مشكله وجاب كبير قوي 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 ما بين اللي في دماغي وما بين اللي على الورق. يا اما الحاجه في دماغي انا وبتفضل في دماغي انا، فاوريدي مش انا بقى في دماغي، واحيانا ممكن تبقى صح واحيانا ممكن تبقى غلط، واحيانا لما احطها على الورق اكتشف ان في افكار تانية احسن من اللي كانت في دماغي، واحيانا لا بنفضل حاطينها في دماغنا وماشيين بيها على اساس ان هي صح، وفي الاخر ممكن اكتشف ان هي غلط. فحاول انت على قد ما تقدر بغض النظر عن الباير بيرسونا، بغض النظر عن اي حاجه، انت دلوقتي مطلوب مثلا منك باير بيرسونا، انا عارف الحاجه في دماغي وحافظها، وانا عارف التراكس بتاعت الادز والماتريكس، وادخل الانش 1 2 3 4 واخد الاي البروسس او واخد الخطوات دايركت. لا انا ممكن ما اعملش كده، انت ادخل هات ورقه وقلم وابتدي اللي في دماغك ده انقله على الورقه من غير حتى ما تفكر فيه، وبعد ما تنقله على الورقه تفكر وبص للصوره بشكل اوسع. تمام، انت لما بتفكر في حاجه بتفكر فيها واحده واحده، لما تحط على الورقه انت هتشوف الصوره بشكل كامل، فانت طبق على اللي انت كنت حاطه في دماغك قبل كده، هتسهل على نفسك المعلومه، انت مش محتاج تذاكر الباير بيرسون عشان تبتدي تكتبها، انت اوريدي عارفها، وهتسهل على نفسك الطريق بشكل كبير، وهتبقى انت شغال في حاجه اوريدي انت عارف، وفي نفس الوقت هتستكشف هل اللي انا عملته قبل كده او اللي انا كنت شغال عليه قبل كده ومفكره صح هو ده اللي كان صح فعلا، ولا في حاجه تانية اصح، او اللي كان بيحصل ده كان غلط، في حاجه تانية المفروض صح، فانت اعمل كده. فلذلك دايما حاولت لما بيجي حد يشتغل في الميديا باينج اول حاجه بيقول لي انا مش عارف اطبق على ايه، اقول له طبق على الحاجه اللي انت اشتغلتها قبل كده، ان لو انت كنت في اعدادي شغال في محل ملابس روح اعمل باير بيرسونا على محل ملابس واشتغل في الملابس عادي جدا، لان دي حاجه انت شفتها بايدك لمستها بايدك وهكذا. لذلك دايما بتلاقي شركات كتير معظم المشكله بتاعت الادز بتاعتهم هي مش في الداشبورد، هي مشكلتهم في اللي هو ما لمس الموضوع بايده، فعنده مشكله مش فاهم الفويس تون، مش فاهم بيكلم مين، القصص دي كلها. انا قلت ممكن ارجع خطوه لورا، اللي هو انا الحاجات اللي عملتها الحمد لله نجحت، فارجع خطوه لورا والحاجات اللي انا كنت عارفها ديت احولها ل كقدامي كرا. انا مش لازم ابتدي من اول وجديد، انا كده يعتبر ممكن اكون ضيعت وقت كبير قوي في الحاجات اللي انا كنت عارفها، احطها قدامي عشان بالتالي الحاجات دي تبقى معروضه واقدر ان انا اتكلم على الاساس اللي انا عملته، لكن بالظبط، مش وهقول لك على بدماغي حاجه بس. بالظبط، وهقول لك على حاجه كمان، في حاجه كويسه انت قلتها دلوقتي، ان انت هتكون بتبني هيستوري للجزء اللي انت اشتغلته قبل كده. يا طب يا جماعه انا عملت كامبينز ناجحه لشركه اكس، وكانوا بيشتغلوا في منتج الاحذيه، فانا اوريدي في فاير بيرسونا هنا كنت عامل قبل كده على منتج الاحذيه، فانت ضربت كمان اكتر حاجه في نفس الوقت، فدي برضو حاجه يعني، دي برضو حاجه كويسه جدا جدا يعني، ممكن تستغلها فعلا انت صح، اشتغل على ده هيبقى انت وفرت على نفسك كتير وطلعت النتيجه، ولو الموضوع ما جابش معاك يبقى اوريدي انت كسبان، ما ضيعتش وقت عشان الشغل او عشان اوبورتيونيتي معينه ما جاتش، فلا يبقى انت ما ضيعتش وقت. تمام، شكرا لك جدا. ربنا يوفقك. اوكي تمام، كان في حد تاني عايز يسال عن حاجه تقريبا، مش عارف، مصطفى طبعا بتسأل على حاجة تقريبا. اوكي تمام، مش عارف لو انت فاتح المايك بالغلط، ف لو عايز تسأل حاجة تاني افتح المايك وسأل. اوكي خلينا نشوف هنا في سؤال تاني، في سؤال تاني هنا. اوكي خلينا نقول ايه كل ده سؤال ثاني. اوكي السؤال ده كله تمام، انا كنت بدأت اشتغل على البيج عن الماركتينج والبراندينج، بس لما بدأت تحليل الكومباتر وجربت اعمل كونتنت بالانجلش لقيت انه اغلب الكونتنت بيتكرر ومفيش قيمة ليه،
وكمان انا بحاجه لتجربه اكتر، اشتغل على مشاريع عشان يكون عندي تجربه خاصه اقدر اشاركها مع الناس. ما ينفعش اعمل كونتنت من خلال نقل تجارب الناس. كمان لسه عايز اتعلم اعمل ديزاين وازاي اكتب بلوجز بطريقه احترافيه قبل ما ابدا. صحني بايه اني اوقف شغل على البيج واعمل ايه حتى احترف اكتر واعمل هاي كواليتي كونتنت، لاني دلوقتي حاجه الكتابه بشوفها سيئه جدا ومكرمه، فازاي اعمل اودينس يقتنع بيه. اوكي طيب، خلينا نقول حاجه، لو احنا لسه بنبتدي في البدايه، لو احنا اوريدي في البدايه، ففكره ان انا اصلا او الفكره ان انا اطلع بكتابه دي في حد ذاتها حاجه كويسه. تمام، ان انا اصلا اطلع بكتابه او ان انا يبقى عندي حاجه بكتبها، فدي اوريدي حاجه كويسه، مش حاجه وحشه. تمام، حتى لو الكتابه غلط، حتى اي حد بيجي يتعلم، الطفل الصغير لو جينا نعلمه ازاي يكتب، مش بقى كونتنت كرييشن، لا نعلمه ازاي يكتب، بياخد وقت، خط وحش، كلمه تحت كلمه فوق وهكذا. اي حد بيتعلم اي حاجه في الاول بتبقى كده، ده طبيعي، دي اول حاجه. تاني حاجه، لما بنيجي نشتغل على الكونتنت، اول حاجه مش لازم يكون انجلش، تمام، مش لازم يكون بلغه معينه، لازم يكون بلغه الاودينس وبالفويس تون بتاعتهم. ما ينفعش ان انا اكتب كونتنت وهو بفويس تون ملوش علاقه بالاودينس، عشان انا كيف اكتب كده او انا اكتب كده، لا. طيب دي تاني نقطه. تالت نقطه، محتاج ايه؟ نصيحتي، اقرا كتير 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 جدا، وتعلمي كتير جدا جدا. كتر القرايه بيخزن معلومات اقدر اطلع منها افكار. بمعنى انا كنت بقرا مثلا في مره في مجال السيارات، وخدمت الافكار اللي كانت بتنافس في مجال السيارات في مجال الالكترونيك، في مجال اللابتوب والحاجات الالكترونيكس اللي كانت بتيجي شحن من المانيا وحاجات زي كده. ليه؟ لان انا قريت في فكر معين، فكر مختلف تاني، وبدات اسخر ده لكونتنت في حته تانيه ملوش علاقه بموضوع تاني. فالموضوع محتاج ايه، او انا نصيحتي ايه؟ نصيحتي القرايه، لازم يكون في قرايه كتير كتير جدا عشان اقدر اكتب. طيب بعد ما انا اكون عندي معلومات وبقدر اكتب اقرا بشكل كبير، وحاولت نفسي على القرايه، هلاقي افكاري اتغيرت، مداركي اتوسعت، فبقى عندي كونسبت وعندي معلومات ان انا اقدر اكتبها حتى لو بحاجه تانيه. طيب نصيحتي ان انت توقف البيج، او لا ما توقفش البيج، ما توقفيش البيج خالص، كملي عليها حتى لو انت شايفه الكتابه سيئه، مفيش اي مشكله، عادي هتبقى هيستوري، عشان بعد سنين طويله هترجعي تقولي دي، بص انا كنت فين دلوقتي انا بقيت فين، يعني انا كنت بكتب كان الكتابه عامله ازاي دلوقتي الكتابه بقت عامله ازاي. انما لو وقفت اصلا على البيج انت مش هتكتبي تاني، يعني مش عايز ايه؟ مش عايز انجح. لو وقفت على البيج، مش هتقدر ان انت ترجع تاني، يعني مش هتعرف ترجع تاني. يعني انا مش عشان انا ماشي في حته وبيطلع انت غلط ان انا اوقف، لا خالص اطلاقا، كملي عادي جدا، بس اقري كتير، اعرفي كتير. بعد ده ابتدي بقى شوفي الاجزاء التكنيكال، ازاي اكتب بلوج، ازاي اكتب كونتنت على اليو اي كونتنت، ازاي اكتب كيس ستاديز وهكذا. فهي بتتاخد بيه البروسس دي والخطوات دي، بس يعني نصيحتي ما توقفيش خالص، لا كملي، حتى لو بنكمل غلط هنابديت مش نوقف. يعني انا لو انا بعمل حاجه ونتائجها بايظه، بعمل اكله، هنقول مش حتى شغل ماركتنج، بعمل اكله وكل مره تطلع بايظه، مع الوقت هفهم المقادير، مع الوقت هعرف امتى اعلي، امتى اوطي، امتى احط كميه معينه وهكذا. والكتابه مكرره تاني تاني تاني، لان مفيش معلومات اقدر اطلعها، مفيش انبوت كويس عشان اقدر اطلع اوتبوت كويس. فانا محتاج اقرا كتير 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 جدا عشان اقدر اطلع معلومات بشكل كبير. تمام، طيب اوكي، نشوف كده في حد عنده اي سؤال تاني. اوكي تمام. طيب بما اننا اول سنه، فاحنا اتكلمنا عن الجزء بتاع الليرنينج، فضروري ضروري الناس اللي محتاجة تديت، يعني مش محتاجة، احنا كلنا لازم ننفست في نفسنا ونبتدي نتعلم كتير. فعشان تقدر تتعلم، حاول ان انت تستفيد بافضل طريقة ممكنة تناسب المايند سيت بتاعتك، وتناسب الكواليتي اللي انت محتاجها، وتناسب التايمنج اللي انت محدده لنفسك. وبناء على ده ابتدي ان انت اشتغل على ان انت تحدد الحاجات او البروسيس بتاعتك والخطوات بتاعتك، وتبتدي تشتغل على ده بشكل كبير. وبإذن الله بإذن الله، لو انت احتجت اي حاجة، ابعت على الاكونت، على ماركتنج منتور، على اكونت عندي، ولو في اي حاجة احنا معاك اي وقت، وان شاء الله
ده اول زي ما قلنا قبل كده، ده اول ميتنج في المنتورنج ميتنج. ولو في ان شاء الله معاكنا كل يوم جمعه باذن الله الساعه 9، واشوفكم على خير باذن الله المره الجايه باذن الله.